مع الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين، إسرائيل تشدد قبضتها على غزة وتقصف نحو 130 هدفاً خلال 24 ساعة. بحضور شعبي ودولي، حشود غفيرة تودع رئيسي ورفاقه وسط أجواء من الغموض والقلق من القادم في إيران. تصاعد القتال بالفاشر والخرطوم، وهيومان رايتس تطالب مجلس الأمن بفرض حظر على السلاح ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. المنفي يبحث مع المبعوثة الأممية بالإنابة العملية السياسية في ليبيا وتفعيل المسار الأمني ومعالجة الاقتصاد. منظمة بحرية أوروبية تقلل من قدرات الحوثي وتدعو شركات الشحن لعدم الالتفات لتهديداتها في البحر المتوسط. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الإخبارية من الحدث. ردا على اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين. وأعلنت إيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين اعتبارا من 28 من مايو. الرئيس الأمريكي يعتقد أن حل الدولتين أفضل سبيل لجلب استقرار طويل الأمد وعامل مهم لأمن إسرائيل، وأن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتحقق من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس من خلال اعتراف أحادي الجانب. مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أضاف أنه من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف في فلسطين. وزير خارجية الاتحاد الأوروبي دعا لموقف أوروبي موحد فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وترى إسرائيل أن الاعتراف بدولة فلسطينية من دون حل تفاوضي يشكل مكافأة لحركة حماس، وتعترف بالفعل نحو 144 دولة من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة يعترفون بدولة فلسطين، بما في ذلك أغلب دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي وروسيا والصين والهند. شيء رائع جدا، هذا الاعتراف إجا معمد بالدم. نحن بنترجى من كل الدول وكل العالم يعترف بهيدا القرار، وأكيد مبسوطين بهيدا القرار، إن شاء الله ترجع هالبلد ونرجع عليها، شعور كتير حلو. أكيد للشعب اللي عم بتموت بفلسطين، اللي عم بيموتوا وعم بنطالب بحقنا وعم ندافع عن أرضنا كرمال الدولة تبعيتنا نعترف فيها، الدول كلها تعترف فيها، لأن الأرض حقنا هيدي. بحق في دولة فلسطين، ولنا حق لنا أن نعيش كباقي الدول، لنا دولة ونعيش بحرية كباقي دول العالم. والجيل الموجود حاليا من الشباب وحراك الجامعات له كان دور كبير جدا أنه يأثر على حكومات الدول إنها تغير موقفها تجاه القضية الفلسطينية. قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجابي في إحاطة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قال إن الدولة الفلسطينية تشكل كارثة على دولة إسرائيل. وأضاف المتحدث أن دول العالم معنية بقيام دولة فلسطينية بعد الحرب، لكننا لن نسمح بحدوث ذلك. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نية العديد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي مكافأة للإرهاب، متهما أغلبية الفلسطينيين بالضفة الغربية بتأييد عملية 7 أكتوبر. إن نية العديد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي مكافأة للإرهاب. 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون مجزرة 7 أكتوبر الرهيبة. ستكون هذه دولة إرهابية وستحاول تكرار مذبحة 7 أكتوبر، ولن نوافق على ذلك. إن جائزة الإرهاب لن تجلب السلام ولن تمنعنا من هزيمة حماس أيضا.
أفادت وثيقة أوروبية داخلية حصلت عليها الحدث بأن الاتحاد الأوروبي يقترح عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في نهاية يونيو 2024. الوثيقة الأوروبية تتحدث عن إمكانية عقد مؤتمر تحضيري للسلام في الشرق الأوسط دون مشاركة طرفي النزاع، وتقترح في هذا الإطار عقد مؤتمر تحضيري للسلام نهاية يونيو 2024 في أوروبا أو في دولة عربية. الوثيقة الأوروبية تقترح أيضا فرض عقوبات على الطرف الذي يعترض على مخرجات مؤتمر السلام التحضيري. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 130 هدفا في أنحاء قطاع غزة وقتل 8 من حركة حماس في جباليا خلال الساعات 24 الأخيرة. وأشار المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إلى انضمام قوات لواء نحال إلى العملية العسكرية الجارية في رفح، بينما تواصل قوات الفرقة 98 القتال في جباليا. حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مصر على بذل كل ما في وسعها لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال بلينكين في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي إن القتال بالقرب من معبر رفح جنوب غزة بعد سيطرة إسرائيل عليه صعب مهمة تقديم المساعدات. وأضاف بلينكين بأنه يتعين العثور على طريقة للتأكد من أن المساعدات التي تدخل من معبر رفح يمكنها المرور بأمان، لكننا نحث بقوة شركائنا المصريين على بذل كل ما في وسعهم للتأكد من تدفق المساعدات. أعلنت السلطات المصرية أنها لم تغير أي بنود بوثيقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي وافقت عليها إسرائيل مبدئيا ثم تراجعت عنها. ووفقا لما أفادت به مصادر الحدث، فإن مصر تعهدت بإلزام حماس بوقف القتال في غزة وتبادل المحتجزين مع إسرائيل على مراحل، لكن إسرائيل أصرت على الإفراج عن كل المحتجزين لدى حماس دفعة واحدة وليس على مراحل. وأشارت مصادر الحدث إلى أن الولايات المتحدة رفضت التوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار بغزة باعتبارها ضامن لإلزام إسرائيل ببنودها. أما بخصوص مدينة رفح الفلسطينية، فأوضحت مصادر الحدث أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن أي عمليات عسكرية في المدينة. وحول مستقبل قطاع غزة، أكدت مصادر الحدث رفض مصر وجود أي بند في أي وثيقة يمنح إسرائيل حق الوجود العسكري بالقطاع مستقبلا. قال مصدر مصري رفيع المستوى إن المخططات الإسرائيلية الرامية لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا، مؤكدا أن القاهرة لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حساب مصر. وحث إسرائيل مراجعة موقفها من المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبي سالم قبل أن تتهم مصر بمنع إدخال المساعدات للقطاع. من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي أسامة حريري. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أسامة. ومن رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي محمد هواش. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. يعني ربما الكثير من الأمور اليوم والملفات ليس فقط موضوع، وهنا أتحدث إلى السيد محمد هواش، الاقتتال في غزة. هناك الكثير من القضايا، موضوع المزاج الدولي بما يخص موضوع الاعتراف ب
فلسطين كدولة مستقلة، وأيضا موضوع ما بعد اليوم التالي والحديث عنه، موضوع المساعدات والمطالب. كيف اليوم نقيم الموضوع من حيث الأولويات؟ المشهد، ما هو الذي يتصدر اليوم؟ ما هو الأهم فعليا الذي يجب التركيز عليه أكثر من غيره وفقا لما يتطلبه الموضوع والضرورة؟ مساء الخير لك ست رشا ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن المشهد اليوم هو إصرار إسرائيل على المضي في عملياتها العسكرية المخالفة للقانون الدولي والمخالفة للقانون الإنساني الدولي والمخالفة أيضا للمنطق والعقلانية وللنداءات يعني الواسعة من كل دول العالم لوقف هذه الحرب وفتح خيار سياسي. هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا يعني الفلسطينيون يراكمون في المسار القانوني والمسار السياسي ويتوصلون إلى يعني اعترافات بحقوقهم على المستوى الدولي في أوروبا، في دول آسيا، في الدول العربية، في الدول الإسلامية، حتى الدول التي يعني يقال بأنها ستطبع مع إسرائيل أو ستوافق على إدماج إسرائيل في المنطقة تريد أن يكون هناك مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وإلى إنهاء الاحتلال، وبالتالي هذه العقلانية ترفضها إسرائيل وتصر على يعني الهستيريا التي يعني شاهدناها اليوم بسبب اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين، وهو اعتراف دبلوماسي رمزي حتى الآن، ويتحول قانوني عندما تكون هناك عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. وكل ما يعني صدر عن إسرائيل اليوم يعني أمر يعني يقول أشياء غريبة وأشياء يعني غير منطقية وغير عقلانية. الردود الأفعال الإسرائيلية كانت عنيفة جدا، غير متوقعة على الإطلاق، هستيريا كاملة، الحديث عن إعادة الاستيطان بالكامل، إعادة تفعيل قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية. نعم، كانت ردود فعل وتصريحات فعلا في الهجوم والتصعيد واضح من قبل الجانب الإسرائيلي. سيد أسامة، اليوم الموقف الأوروبي فعليا، عادة نشهد نوع من التقارب في هذه الملفات تحديدا ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم جاء الاختلاف واضح وربما رآه البعض مفاجئا بهذه الطريقة، كيف نفهم ذلك؟ ما الذي تريده أوروبا؟ هل من رسالة ربما مخصصة من أوروبا إلى الولايات المتحدة وبعيدة عن الملف كملف بعينه؟ نعم، مرحبا لكم ولضيفكم الكريم سيد هواش. يعني أنا أقول اليوم أوروبا ليست على صوت واحد في هذا الشأن، أوروبا ليست على صوت واحد، وهذا ما رأيناه في تصريح جوزيب بوريل الذي دعا إلى أن يكون هناك موقف أوروبي موحد بخصوص مسألة حل الدولتين. الموقف الإسباني، النرويجي، الإيرلندي، وربما أيضا لاحقا الموقف السلوفيني هو موقف فعلا داعم لفلسطين، لقضية الشعب الفلسطيني، وداعم لفكرة إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين. ولكن يجب أن أنوه في هذا الصدد، الموقف الفرنسي والألماني كانا نوعا ما مختلفان. أنا أستطيع أن أقول حتى أن الموقف الفرنسي والألماني يقتربان أكثر من الموقف الأمريكي. الوزير الخارجية الفرنسي قال بالحرف الواحد أنه ليس الأوان، ليس هذا هو الوقت المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن فرنسا طبعا لا تمانع وليست هذه مسألة يعني تابو كما يقال بالنسبة لفرنسا. إذن يعني أي متى هو فعليا الوقت المناسب؟ نحن نتحدث عن 1993، اتفاق أوسلو، لغاية اليوم لم تعترف فرنسا بدولة فلسطين، إذن أي متى هو هذا الوقت المناسب؟ أما الموقف الألماني فقد قال، كان أيضا مشابها للموقف الأمريكي، حيث قال المستشار الألماني أو بالأحرى وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قالت أن ألمانيا أكثر تعول أكثر على مسألة الحوار للاعتراف بدولة فلسطين. إذن هو موقف أيضا يتماشى مع الموقف الأمريكي الذي قال أنه يرى الاعتراف، مسألة الاعتراف أن تحصل أو أن
تصل عبر التفاوض. بالتالي هناك خلافات أوروبية بهذا الخصوص، وهذه الخلافات أيضا تتعلق بالحزب الحاكم أو بالأحزاب الحاكمة. إذا نظرنا بشكل جيد إلى إسبانيا، هي حكومة يسارية اشتراكية أجرت تحالفا مع أقصى اليسار. إذا نظرنا أيضا إلى إيرلندا، أيضا يسارية، حكومة حزب العمال، يحز حكومة يسارية، وتاريخيا نحن نعرف إيرلندا موقفها المناصرة لفلسطين. إذا نظرنا أيضا إلى النرويج، حزب العمال يحكم وهو حزب يساري، ومستقبلا ربما هناك حديث اليوم سيد أسامة عن التغيرات، ولكن إذا نظرنا إلى الحكومات اليمنية، عفوا فقط هنا النقطة، بأنه التوقعات تقول بأن القادم سيكون لليمين كحكومات وكانتخابات في الدول الأوروبية. هل هذا يعني أنه نحن أمام تغيير حتى في هذه المواقف من قبل حتى الدول التي ربما ذهبت إلى هذا السياق؟ طبعا هذا لا يلعب لصالح فلسطين. يعني أنا شخصيا أستبعد جدا أن دولة كإيطاليا اليوم تعترف بدولة فلسطين وهي يحكمها اليمين المتطرف. أما بما يتعلق في حال أصبحت هذه الحكومات كإسبانيا أو النرويج حكومات مالت إلى اليمين، أنا صراحة أستبعد عادة. يعني في قوانين الدول غالبا لا تعود على القرارات السابقة. رأينا مثلا في الولايات المتحدة عندما قام ترامب بالاعتراف في القدس عاصمة إسرائيل، بايدن لم يغير القرار. وأيضا يعني هذا الأمر يتعلق بقرارات دولية أو بقرارات عدة. نعم سيد هواش، موضوع الموقف الأمريكي اليوم، هناك تفاؤل ربما فرح من قبل الدول العربية وغيرها ممن يريد فعلا هذه الخطوة والاعتراف بدولة فلسطين، ولكن في ظل الموقف الأمريكي هل يبقى الموضوع مفائل بشكل رمزي وعلى الأرض لا يمكن تحقيقه طالما موقف أمريكا بهذا الشكل وتصريحات إسرائيل كانت واضحة مباشرة ولا يمكن تأويلها بغير ذلك؟ بالنسبة للموقف الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي التي يعني أجهضت التسوية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجعلت الفلسطينيين والإسرائيليين عالقين في أزمة عميقة جدا لا يستطيعون الخروج منها. الولايات المتحدة لم تعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وقالت للفلسطينيين أن يتفاوضوا، وأوكلت لإسرائيل حق الموافقة وحق الرفض وحق الفيتو على أي خطوة سياسية أو أي يعني اعتراف أحادي أو أي خطوة فلسطينية أحادية بأن ترفضها إسرائيل، وبالتالي لا معنى لها من وجهة نظر الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أعطت إسرائيل دولة الاحتلال يعني حق إنهاء الاحتلال، وهي لا تريد، إسرائيل لا تريد إنهاء الاحتلال على الإطلاق، ولا تعترف بالشعب الفلسطيني ولا تعترف بحقوق للشعب الفلسطيني، وكل الاتفاقات والتفاهمات التي وقعت عليها مع الفلسطينيين برعاية أمريكية ورعاية أوروبية ورعاية عربية أو مساهمة عربية كلها لم تلتزم بها على الإطلاق، وبالتالي هي ما زالت يعني عندما نشاهد أي عمل بسيط من الفلسطينيين كيف تتحول إسرائيل إلى هستيريا عميقة جدا، تتحدث بصورة واضحة جدا وجلية جدا. بنيامين نتنياهو الآن يتحدث بأن الدولة الفلسطينية هي جائزة للإرهاب، بينما قبل 7 أكتوبر كان يتباهى بأنه هو الوحيد الذي يمنع إقامة دولة فلسطينية، وقال بالحرف الواحد أمام كتلة الليكود البرلمانية بأنه يريد انتزاع فكرة الدولة الفلسطينية من عقول الفلسطينيين. وبالتالي يعني كل الادعاءات ما بعد 7 أكتوبر لا معنى لها على الإطلاق، وهي تكرار ممجوج للموقف الإسرائيلي الرافض للتسوية التفاوضية مع الفلسطينيين، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بكل ما تحتاجه إسرائيل من حماية سياسية وحماية قانونية وحماية عسكرية وحماية أمنية. نحن رأينا يعني في 7 من أكتوبر كيف جاءت حملات الطائرات والبوارج والأسلحة والذخائر، وجسر من ما زال متواصلا حتى الآن من الذخيرة والأسلحة، بالإضافة إلى الفيتو المستخدم وهو أقوى من أي سلاح يستخدم في الأمم المتحدة يعني منع المجتمع الدولي من وقف هذه الحرب، ولا يوجد حرب في التاريخ لم يدعى إلى وقفها ولم يعني تشفع بفعل سياسي أو مقترحات سياسية لوقف هذه الحرب. الولايات المتحدة للأسف موقفها
يعني تداخل بين الموقف الاستراتيجي المؤيد لإسرائيل بالمطلق التي لا تنظر إلى هذا الصراع إلا بعين إسرائيلية، وتريد يعني انتخابيا أن تركز أو تنقل الاهتمام عوامل عدة، يعني هذا موقفها مع تغير فعليا الرئاسة الأمريكية، ولكن هذا الموقف الأمريكي دائما من إسرائيل، وكما ذكرت هناك ربما المزيد من العوامل تدفعها، واقتراب الانتخابات واحد من أهم هذه العوامل. سيد أسامة، الحديث وفقا لبعض المصادر يتحدث عن الاتحاد الأوروبي بمقترح تقدم به لعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في نهاية يونيو لهذا العام. ما المتوقع من هذا المؤتمر، ومن من الممكن أن يكون بإمكانه إلزام الأطراف الذين هم أساسيين بهذا المؤتمر إذا لم يكونوا حاضرين؟ كيف سيكون شكله إذا كان لديك معلومات؟ كيف سيفرض ما يخرج به على من هم معنيون؟ يعني حتى اللحظة ليس هناك معلومات دقيقة عن هذا المؤتمر، مما لا شك فيه أن المعلومات المتوفرة أن فرنسا دفعت إلى عقد هذا المؤتمر بصفتها يعني دولة أوروبية فاعلة في هذا الشأن، والرئيس إيمانويل ماكرون كان أصلا في السابق يعني دعا إلى مؤتمرات مشابهة. لا أريد شخصيا أن أكون متشائما، ولكن واقع الأمور اليوم يعني مؤتمر من دون الأطراف، من دون إسرائيل ومن دون الطرف الفلسطيني، مؤتمر طبعا أوروبي، طبعا من المتوقع جدا أن يكون هناك حضور عربي، هذا أمر مؤكد، وحضور أيضا أممي، ولكن يعني هكذا مؤتمر بمبادرة أوروبية أنا صراحة لا أرى شخصيا جدوى كبيرة منه، باستثناء ربما مسألة زيادة أو الضغط أكثر لزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. اليوم من يقرر ما يحصل هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضا أطراف الصراع بما يعني حركة حماس وبما يعني إسرائيل. حتى اللحظة إسرائيل متعنتة يعني بمسائل عدة، في مسألة اجتياح رفح، متعنتة في مسألة إدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا في مسألة أيضا الاتفاق الهدنة. بالتالي يعني هكذا مؤتمر يمكننا أن يكون، أنا على الأرجح أرجح أن يولد يعني ميتا، لأنه لا يشارك فيه الأطراف الأساسيون يعني كما سبق وقلت، ولأن أوروبا حاليا غير فعليا قادرة على الضغط على إسرائيل، ليس لديها فعليا أوراق، أو ربما لديها أوراق ولكنها حتى الآن لم تستخدمها بتاتا للضغط على إسرائيل. يبقى الجندي الأساسي أو يبقى العراب الأساسي لإسرائيل هو الولايات المتحدة، التي ما زالت تزودها بالأسلحة، وحتى لو كان ظاهريا من وقت لآخر يقوم بايدن بتوجيه ربما ملاحظات لنتنياهو، ولكن واقع الأمور اليوم أن الولايات المتحدة ما زالت ماضية في هذه الخطة الإسرائيلية، والولايات المتحدة ما زالت يعني لم تعطي فعليا الورقة الحمراء لإسرائيل. بالتالي هذه المحاولة الأوروبية هي مبادرة حسن نية، ربما أيضا لجمع أموال أيضا لإدخالها إلى قطاع غزة، ولكن كيف سندخل هذه الأموال إلى قطاع غزة وإسرائيل ما زالت تمارس هذا الحصار؟ طبعا في نهاية المطاف ربما الحل الأمثل لكل ما يحدث حاليا هو عبر مؤتمر دولي، هو عبر الحوار، ولكن الظروف الحالية لم تكتمل بعد لإقامة مؤتمر دولي، لإقامة مؤتمر مانحين، هذه الظروف لم تكتمل لأن المعركة ما زالت مستمرة، وربما حتى أيضا ما زالت في بداياتها، ولأن الولايات المتحدة ما زالت راضية أو ما زالت تعطي هذا الضوء الأخضر لإسرائيل، ولأن حكومة بنيامين نتنياهو حتى اليوم ما زالت مصرة على مسألة استكمال العملية العسكرية في غزة، واستكمال ربما في وقت لاحق اجتياح رفح، وحتى اللحظة أيضا حتى داخل المعارضة الإسرائيلية أو حتى الجناح في مجلس الحرب، إذا تكلمنا عن أيزنكوت مثلا، ما زال هناك يعني ضوء أخضر نوعا ما ضمنيا لنتنياهو، ولهذا السبب يعني لم يحل بعد مجلس الحرب، أو لم ينسحب منه يعني أشخاص كأيزنكوت أو حتى أيضا وزير الدفاع جالانت. هل السبب سيد أسامة أنه الهدف واحد في النهاية حتى مع اختلاف والتباين الحاصل ما بين هذه الأطراف، ولكن فيما يخص رفح أو يخص حماس تحديدا هناك وحدة في المواقف والآراء؟ سيد أسامة، وحدة في المواقف والآراء الغربية؟ لا أتكلم عن إسرائيل، نعم، وعدم الانسحاب وأنهم أعطوا نتنياهو ضوءا أحمر. يعني
يعني بشكل واضح يعني المجتمع، حتى لو تكلمنا عن المجتمع الإسرائيلي أو حتى أيضا الطبقة السياسية اليوم بالإسرائيل أو ما يعرف بالمعارضة أو ما يعرف أيضا بمجلس الحرب، ليس هناك يعني ربما الخلافات هي عن مسألة الرهائن كيف أو المحتجزين كيف يمكن إطلاق المحتجزين، ولكن الهدف الحقيقي هو فعلا إزالة حماس، وقد سبق وقالها جالانت، وقد سبق وقالها أيضا أعضاء من المعارضة الإسرائيلية، هو إزالة حماس واستكمال هذه الحرب حتى النهاية. ربما يعني هناك خلافات على بعض التفاصيل المتعلقة بمسألة إعادة المحتجزين، وأيضا المتعلقة بمسألة وضع خطة لما بعد حرب غزة، يعني وضع استراتيجية، وهذا هو ما لا يقوم به نتنياهو. أما بمسألة مواصلة الحرب والقضاء نهائيا على حماس ومواصلة قصف غزة بشكل كبير وإلحاق هذا الكم الكبير من الدمار والقتلى، أعتقد هناك توافق على هذا الموضوع. نعم، شكرا جزيلا لك من باريس، كنت معنا المحلل السياسي أسامة حريري، ومن رام الله شكرا جزيلا للمحلل السياسي محمد هواش. شكرا. القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغ بقوله إن الجيش لم يحقق أي من أهداف حربه على قطاع غزة، وقال لم نقضي على حماس ولم نوفر شروطا لإعادة الأسرى ولم نعد سكان غلاف غزة إلى منازلهم بأمان، كاشفا أن تحقيق أهداف الحرب بحاجة إلى سنوات عدة وليس سنة واحدة. وانتقد مجلس الحرب لأنه لم يحدد أي هدف واضح بالنسبة لشمال إسرائيل، ولم يضع تاريخا ولا أهدافا استراتيجية. مراسل الحدث كشف أن مسؤول ملف المحتجزين بالجيش الإسرائيلي عرض على مجلس الحرب مقترحا جديدا يحظى بموافقة كافة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ولا يتضمن تعهدا بإنهاء حرب غزة. في التطورات الميدانية في السودان، أفاد مراسل الحدث في دارفور بتجدد عمليات القصف المدفعي من قوات الدعم السريع على عدد من الأحياء داخل مدينة الفاشر، ما أسفر عن مقتل 3 سيدات في حي النسيم الذي تعرض لقصف عشوائي مساء الأمس، في حين سقطت إحدى القذائف المدفعية
التي أطلقتها قوات الدعم السريع داخل معسكر أبو شوك الذي يضم آلاف النازحين. أما في معسكر شنقل طوباي للنازحين شمال غربي الفاشر، فقد أفاد شهود عيان بأن قوات الدعم اقتحمت المعسكر وأقدم أفرادها على نهب ممتلكات النازحين هناك. على طريقة كوبري شمبات الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري والذي تم تدميره قبل أشهر، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف مصفاة الجيل للبترول شمال الخرطوم بحري واتهموها بتدميرها بالكامل. وكانت قوات الدعم السريع قد وجهت اتهاما للجيش بقصف المصفاة نفسها قبل أيام، مضيفة وقتها أن القصف تسبب في أضرار بالغة في الخطوط الناقلة لخام النفط وحرق وتخريب عدد من المنشآت داخل المصفاة. في كل عام تلتهم النيران مجهولة المصدر مئات المنازل بولاية شرق دارفور، تحديدا هنا في معسكر النيم للنازحين الذي يقع شمالي مدينة الضعين. هذا العام أدت الحرائق إلى حرق ما يصل إلى 80 منزلا في معسكر النيم للنازحين. هنا في هذا المكان 24 منزلا حرقت بالكامل ومعها المستلزمات المنزلية والبذور المخصصة للزراعة بالنسبة للقاطنين في هذا المكان. الخسائر كبيرة جدا، يمكن أمامكم سيارة ومبنى محترق، مكتبة منتهي. المكان دي كان أسر كبيرة جدا، واللي تقدر الخسائر بمليارات الجنيهات. لم يتبقى من هذا المنزل سوى هذا الباب، فقد غضت الحرائق على جميع المواد المحلية التي شيدت منها هذه المنازل. الذين تعرضوا لهذا الحريق يشكون غياب الدفاع المدني منذ سنوات في هذه المنطقة. والله قلادة المضافدة نحن مضايقين فيه بالذات سكان الضين كالعادة منذ سنة كاملة، يعني إنه إذا قام حريق يكون ما في مطايف، يعني إحنا ما عارفين الأسباب إنه المطايف يكون ميجي شنو بتاع. المهم الحاجات دي اللي بتحصل عادي وحرائق كثيرة ما في مطايف بتجي للناس وكده، ونحتاج لمساعدات إنسانية ونحتاج من الدفاع المدني يوفر لنا المطافي. يعني هنا منذ 4 سنة كان جمعنا قروش من المواطنين عشان يوفر لنا المطافي، وما زال موفر لنا المطافي. وكمة الحريق والخسائر الآن موجودة دي، المواطن ذات سنة ظروفه صعبة ما بقدر بخطيهم. تقدر خسائر الحرائق بأكثر من 200 مليون جنيه سوداني في هذه المنطقة. هذه المعاناة تضاف إلى معاناة الحرب اليومية وغياب الغوث الإنساني والتردي الاقتصادي الذي يضرب دارفور. صالح أبو علامة، لقناتي العربية والحدث من إقليم دارفور غربي السودان. دعت منظمة هيومان رايتس ووتش مجلس الأمن إلى إرسال بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، وطلبت أيضا بفرض حظر على توريد الأسلحة ومعاقبة المسؤولين عما وصفتها بالفظائع. وأكدت المنظمة مجددا على أن قوانين الحرب تحظر الهجمات الموجهة ضد المدنيين أو الهجمات العشوائية والهجمات غير المتناسبة مع الضرر الذي تسببه للمدنيين. واتهمت المنظمة في تقرير لها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، اتهمتها بقتل آلاف الأشخاص وبالتسبب بنزوح مئات آلاف اللاجئين. وقالت هيومان رايتس إنه منذ نهاية مارس الماضي تم حرق ما يقرب من 20 قرية شمال غرب الفاشر. من القاهرة ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الدكتور جمال الشهيد. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور جمال. وفقا للمعطيات على الأرض وهذه ربما العمليات العسكرية المستمرة والتصعير بالفاشر في الجزيرة وأيضا في بعض المناطق في الخرطوم، كيف هي الأوضاع؟ إلى أين تتجه؟ هل نحن في حالة لاتساع أكثر لهذه العمليات وللرقعة التي تتم فيها هذه الاشتباكات والاستهدافات؟ دكتور جمال مرحبا بك، أهلا بك مشاهدي قناة الحدث. مرحبا حقيقة عطفا على السؤال الذي تفضلت به، أرجو أن أشير إلى أن هذه العمليات التي بدأت منذ العام الماضي في 15 أبريل
والتي يعني تمددت بدأت في ولاية الخرطوم وتمددت إلى ولايات أخرى، كانت السبب فيها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، حيث يعني بدأت الحرب في الخرطوم وكانت عمليات محدودة، وهنالك بدأت تتمدد إلى ولايات أخرى في ولاية الجزيرة وأحيانا في ولاية النيل الأبيض وفي ولاية دارفور في الضعين ونيالة والفاشر وزارنجية. وبالتالي الآن العمليات يعني نشطة هذه الأيام، تنشط العمليات في الخرطوم وفي حول تخوم الجيلي، مصفات الجيلي، وبدأت منذ 3 أيام يمكن يعني هجوم من قوات الدعم السريع المتمردة على القوات المسلحة شمال منطقة الجيلي، ويعني هنالك دارت معارك بين القوات المسلحة وقوات الكفاح المسلح المتواجد هناك، وكذلك بين القوات المسلحة وقوات ميليشيا الدعم السريع وقوات الميليشيا قوات الكفاح المسلح، ويعني ما أدى إلى يعني تبادل النيران، وحيث قصفت القوات المسلحة على تجمعات العدو حول وداخل مصفات الجيلي وحققت فيهم خسائر، مما اضطر قوات الدعم السريع المتمردة للانسحاب خارج مباني مصفات الجيلي إلى منطقة جبال جاري وحجر العثر ومناطق حول المصفى. ويعني القوات المسلحة أيضا قصفت على مستودع للوقود والذخائر في منطقة تمانيات شمال الجيلي، ويعني العمليات تدور هناك في منطقة مدرمان، حيث قصفت الميليشيا المتمردة على أحياء الثورات الصار الحارة 30 والحارة 40، وتلك الحارات لا يتواجد بها مواطنين، لا يتواجد بها قوات مسلحة، إنما هي أحياء المدنيين. طيب دكتور جمال، دعوة منظمة Human Rights Watch مجلس الأمن لإرسال بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان كما قالت، والطلب من مجلس الأمن أيضا أنه فرض حظر على السلاح في السودان، هل هذا الموعد الآن لهذه المطالب وهذه الرؤى؟ هل هناك سبل أخرى من الممكن أن تطرح تكون أكثر نفعا في ظل هذا التصعيد وهذه السخونة بالمشهد العسكري؟ أعتقد أن منظمة Human Rights Watch هي منظمة يعني كبيرة، ومن التقرير الذي أصدرته قبل أيام من 280 صفحة كان تقرير شامل، وجاء مؤكد لتقرير مجلس الأمن الدولي الذي صدر، أو تقرير خبراء مجلس الأمن الذي صدر في العام المنصرم، يخص أيضا انتهاكات الميليشيا المتمردة. كل هذه التقارير تؤكد بعضها البعض، ومما يؤكد عن هذه القوات الميليشيا الدعم السريع هي التي تسببت في قتل وتشريد المواطنين، وهذه هي تقارير من منظمات ومن يعني هيئات كبيره ومعتمده وموثقه للعالم. واعتقد ان يعني على الميليشيا ان تكف عن هذه التصرفات وان تذهب الى التفاوض. سبق ان كانت هناك جولات التفاوض بغرض لملمه اطراف هذه الحرب، ولكن الميليشيا يعني غير واضحه في اطروحاتها وغير واضحه في، لا توجد رؤيه واضحه. هل من الممكن أن تذهب قوات الدعم السريع إلى التفاوض في ظل ما تتحدث عنه ربما من تقدم ببعض المناطق؟ قوات الدعم السريع في الحقيقة هي منتشرة ولكن لا تسيطر، نجدها منتشرة في بعض المناطق، ويعني الآن يعني ولكن الجيش لا يستطيع الحسم يعني أيضا في مدن. الجيش متقدم الآن، الجيش يتقدم ويعمل بحكم أن قوات، يعني كانت حالات الكر والفر سيد دكتور جمال كانت متكررة بالمشهد العسكري في السودان، ولكن لم يتمكن أي من الطرفين أن يحسم المعركة على الأرض فعليا، وهناك في بعض الأحيان يكون هناك تغول أو تقدم إذا صح التعبير لقوات الدعم السريع، وهنا السؤال إذا بالإمكان إحداث تقدم هل من الممكن أن تذهب إلى التفاوض قوات الدعم السريع الآن؟ قوات الدعم السريع يتيحت لها فرص كثيرة للذهاب إلى المفاوضات، ولكن للأسف الشديد منذ العام المنصرم كانت هنالك مفاوضات في منبر جدة، يعني كانت فرصة ثانية لإنهاء كل هذه الملفات وطي ملف الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع، ولكن الدعم السريع يعني بعد أن حضر من الجولات المفاوضات التي يعني كانت في جدة لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في جدة، بل تمدد إلى مناطق أخرى يعني في ولاية الجزيرة وذهب إلى دارفور في محاولة يعني انتهاك
او يعني لم يتقيد بما تم الاتفاق عليه، وبالتالي هناك كانت دعاوى كثيره. القوات المسلحه والحكومه السودانيه فقدت الثقه تمام في ما في الدعم السريع، اذا ان كل مره يعني ينادي بالتفاوض والدعم السريع يتمدد ويقتل المواطنين. هنالك اهداف لهذه الميليشيا غير واضحه، وبالتالي يعني اصبحت غير مامونه، ويعني هناك كان هناك محرك خارجي يحرك هذه القوات الى هدف ما ولاجل يعني محدد غير معروف حتى الان. يعني هي تحرك من اطراف خارجيه ليست بدوافع لها داخليه على الارض او مكاسب او تقدم على الارض او ربما توسيع رقعه سيطرتها. نعم هنالك يعني اصوات كثيره تنادي حتى الحكومه، يعني السيد عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحه رئيس مجلس السياده ونائبيه ومساعديه كلهم تحدثوا من قبل وتحدثوا عن دعم خارجي وتحدثوا يعني في الدول الاقليميه مشاركه في هذا هذه الاحداث التي تدور في السودان. ومن مؤكد ان حتى الان الدعم مستمر ياتي من دول الجوار الاقليمي وياتي هنالك دلائل موثقه. الحكومه السودانيه تقدمت بتقرير شامل وشكوى لمجلس الامن، هذه الشكوى يعني تحتوي على ملف كامل للانتهاكات وملف كامل للدعومات والدول المشتركه في هذا المخطط الذي يدور في السودان الان. من القاهره كنت معنا الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الدكتور جمال الشهيد، شكرا جزيلا لك دكتور جمال. دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المؤسسات المالية العربية لتكثيف الدعم والمساندة لدول العالم العربي لتخفيف وطأة التحديات التي يواجهها مواطنوها. جاء ذلك خلال كلمة لمدبولي بالاجتماع السنوي المشترك للمؤسسات المالية العربية في القاهرة، حيث شدد رئيس الوزراء المصري أن رأس المال البشري هو المكون الرئيسي والأساسي لعملية التنمية المستدامة. المالية العربية لكي تكثف، أدعو مؤسساتنا المالية العربية لكي تكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تمنح رأس المال البشري اهتماما خاصا في خططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة. لا يزال قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات في مصر المعروف إعلاميا بقانون تأجير المستشفيات لا يزال يثير الجدل بأوساط الشارع، خاصة بعد اعتماده من قبل أغلبية أعضاء مجلس النواب. فما بين التأكيد والمعارضة يتصدر ملف العلاج المجاني واستقرار الأطقم الطبية المشهد، حيث أبدى عدد من النواب المعارضين للقانون مخاوفهم من عدم حصول المواطنين على خدمات علاجية بسعر مناسب، فضلا عن أن إعطائه صلاحية الاستغناء عن 75% من الكادر الطبي بالمستشفيات ونقلهم لجهات ومستشفيات أخرى. التاريخ هيذكر انه الحكومة ديت هي اللي اجرت المستشفيات الحكومية اللي بتعالج الفقراء، واحنا كلنا زي ما قال كل النواب بنجري ندور على سرير، سواء سرير عادي او سرير رعاية بناء عليه. خلاص اخر فيعني مع تنفيذ هذا القانون مش هنقدر نلاقي اي سراير للمواطنين الغلابة. أرجوكم فكروا تاني وتالت ورابع قبل إقرار القانون، وبناء عليه طبعا أنا برفض القانون جملة وتفصيلا. شكرا. من جهتها انتقدت نقابة الأطباء المصريين القانون، مشيرة إلى أنه يخلو من أي ضمانات تلزم المستثمر المصري أو الأجنبي بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي والمعالجين على نفقة الدولة، خاصة مرضى الأمراض المزمنة والسرطان. كما طالبت نقابة الأطباء بقصر القانون على بناء مستشفيات خاصة جديدة، وليس منح المستشفيات الحكومية الموجودة للمستثمرين لإدارتها بدلا من الدولة. وعلى الطرف الآخر نفى مؤيدون للقانون أن يكون له
أي تأثير سلبي على القطاع الصحي، حيث أشاروا إلى أن المستشفيات المؤجرة ستعود ملكيتها للدولة بكل ما فيها من تجهيزات طبية محدثة بعد 15 عاما، على أن يستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمة للمواطنين بالنسب التي يتم الاتفاق عليها، مع تحمل الدولة سداد الفارق بين العلاج المجاني وبين التسعير المحدد لتقديم الخدمة في المستشفى المؤجر. كما أضاف مؤيدو القرار أن القانون استبعد مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز صحة الأسرة وعمليات التبرع بالدم والبلازما لأبعادها القومية. من جهته أكد وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار أن الغرض من قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمريض وعدم تعريضه لأي أعباء مالية إضافية. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور إبراهيم. نريد أن نفهم من حضرتك أكثر عن هذا القانون وما السبب بتباين المواقف منه. حقيقة من لم يعترض، لماذا لم يعترض وما الإيجابية الذي رآها، وعلى العكس من ذلك ما السلبيات التي وجدها المعترضون عليه؟ تمام. في البداية بتكلم بصفة إن النقابة مش بس نقابة عمالية، احنا نقابة مهنية. فالصحة في مصر احنا جزء من المنظومة الصحية في مصر، ومهتمين بالصحة بصفتنا النقابية، وكمان كمان بصفتنا مسؤولين عن الأطباء المصريين التابعين لنقابة الأطباء. الحقيقة إن القانون حتى الآن هو بالنسبة لنا مبهم، تفاصيله مش مفهومة، العواقب اللي ممكن تحصل منه مش معروفة ايه اللي هيحصل فيها. كمان خروج 75% من العاملين بالمستشفى خارج المستشفى، القانون بيسمح بوجود عمالة أجنبية قد تصل إلى 75% في نفس المكان. الحقيقة إن مصر دولة قديمة جدا في المنظومة الصحية، واحنا كنا وحتى الآن بنصدر أطباء مصريين في كل بلاد العالم، منها العربية والأوروبية. والحقيقة إن الدول العربية في الوقت الحالي بدأت تستعين بأولادها وأبناء البلد، مثلا السعودية عملت السعودة، الكويت، الإمارات بتستعين من بالأطباء السعوديين في السعودية والإمارات والكويت وتستبدلهم بالأجانب. احنا في مصر بعد كل هذا التاريخ احنا عايزين نفتح، يبقى 75% من العاملين في المستشفى أجانب؟ ده حاجة غريبة جدا. الحاجة التانية، أين طبق هذا النظام في أي بلد في العالم ونجح لكي تطبقه مصر؟ ليه احنا بنخترع العجلة من جديد؟ النظم الصحية الناجحة موجودة، والنظم الصحية الناجحة المفروض احنا نستدل بيها ونسترشد بيها وننميها لو احنا عندنا خلل موجود. لكن ما نجيش نجيب نظام لم يعمل به في أي مكان في العالم. بالعكس، اليونان في أزمتها الاقتصادية فرض عليها هذا النظام في بداية القرن الحالي، واليونان رفضت تنفيذه. في بريطانيا البي بي بي البرايفت بابليك هيلث ريليشنشيب، وحاولوا منهم يعملوها وفشلت ولم ينفذوها. هنيجي احنا في مصر ونعمل موضوع جديد، وكمان لما باجي انفذه ما بعملش رول موديل او يعني نموذج واضح لو نجح اطبق زيه؟ لا، ده انا اجرت 5. من تصريحات الوزاره ان احنا اجرنا 5 وفي 160 تانيين موجودين في 22 محافظه جاهزين للتنفيذ وللتاجير. فاحنا بنتوسع بسرعه، والحقيقه ان مفيش ضمانات واضحه في القانون تقول لنا ايه اللي هيحصل لو حصل مشكله، او ضمانات تقول لا ان المرضى هم المرضى هياخدوا نفس الخدمه بنفس الكفاءه او بكفاءه اعلى وبنفس التكلفه اللي الدوله تبقى مسؤول عنها، ان الدكاتره هنضمن ليهم
أماكنهم ومرتباتهم وتدريبهم والحفاظ على المكتسبات المصرية في الصحة. الكلام ده مش ما أعتقدش أن أنا قدرت أفهمه من القانون. قد يجوز أنه هو يكون مشروع في اللائحة التنفيذية، ولكن إذا كان القانون نفسه أنا مش قادر يعني أتقبله. هل هتقبل؟ طيب دكتور إبراهيم، أشرت إلى نقاط عدة وكأنه الغموض يكتنف كل هذا القانون وهذا الطرح. ألم يتم طرحه لنقاش مجتمعي؟ ألم يتم الحوار مع نقابة الأطباء حول ذلك؟ لماذا كل هذا الغموض؟ هو ده سؤال أكثر من رائع، لأن الحقيقة إحنا ما عرفناش حاجة عن القانون غير بطريقة غير مباشرة وطريقة غير رسمية. أنا حصلت على نسخة من القانون بطريقة غير رسمية وليس بطريقة رسمية. لم ترسل الوزارة للنقابة هذا القانون، لم يحدث أي حوارات مجتمعي حوالين هذا القانون من المختصين والمهتمين بالصحة في مصر. والحقيقة كمان أن القانون دخل في عجلة شديدة جدا، دخل يوم 2/22 وصل البرلمان بعد العصر، تاني يوم الصبح يوم 23 أبريل تم مناقشته والموافقة المبدئية، الجلسة الثانية تمت الموافقة النهائية، الجلسة الثالثة في اللجنة العامة تمت الموافقة النهائية تماما على إقرار القانون. الحقيقة أن ده يدعو للاستغراب أن يكون في عجلة، بينما عندنا قوانين أخرى مهمة زي قانون المسؤولية الطبية من 2016 حتى 2024 8 سنوات كاملة لا زال داخل أدراج ومناقشات لجنة الصحة. الحقيقة ده برضو حاجة من المشاكل اللي واجهت القانون، هو عدم وضوح الرؤية، عدم المناقشة المجتمعية له، عدم وصول إلى حلول واضحة لكل الأسئلة التي طرحت في الفترة الصغيرة للمناقشة التي حدثت في هذا القانون. هل من سبب ترجع إليه ذلك؟ وأنتم أيضا الشق الثاني من السؤال كنقابة أطباء، هل من تحركات من الممكن أن تتخذ من قبلكم؟ والحقيقة أن أنا ما عنديش سبب واضح، وأنا الأسباب دي المفروض تبقى الإجابة بتاعتها من الوزارة مش من عند النقابة. إنما الحقيقة أن في نقابات فرعية زي نقابة سوهاج أبدت اعتراضها ببيان رسمي، وأعتقد أن في تحالفات بين النقابات الفرعية وبعض النقابات الفرعية وبعض أعضاء النقابة العامة وبعض المهتمين من خارج النقابة، لأن القانون مش بيأثر على النقابة بس، القانون هيأثر على كل الصحة في مصر وعلى كل العاملين في مصر. لسه ما فيش بلورة واضحة للخطوات القادمة، لكن في إجماع كبير جدا من كثير من المهتمين ان لا، لازم يبقى عندنا رأي واضح بالاعتراض ورأي واضح ان احنا نقول مين اللي قال ان بعد 15 سنة هنستلم من المستشفى حديثة. مين قال الكلام ده؟ هو حضرتك عارفة ان في اجهزة ومستلزمات هتفضل لمدة 15 سنة زي ما هي؟ اعتقد بالطبع لا، مفيش مستثمر هيسيب لا يوجد جهاز يستخدم ل 15 عاما ويبقى كما وحتى لو جددناه، لو المستثمر جدد الأجهزة هيجددها هو بيسلمها؟ هل هذا معقول أن أنا أجدد الأجهزة وأسلمها جديدة للدولة؟ هذا غير معقول في الاستثمار. المستثمر غالبا جاي يدور على أنه يكسب، وده حقه، أنا مش ضد أنه هو يكسب، لكن أين حقوقنا؟ في ما هي السعة السريرية اللي هتزيد؟ المفروض أن أنا أديهم المستشفيات جاهزة، وكمان المستشفيات اللي بتتأجر كلها المستشفيات الكبيرة اللي شغالة. طيب ما أنا أقول لهم اعملوا أنتم مستشفيات جديدة، زودوا السعة السريرية، زودوا الإنتاج، ارفعوا الكفاءة، مش هديهم أنا مستشفيات جاهزة من عندي يديروها وكمان يقدروا يتحكموا فيها، وبعد فترة ألاقي أن التحكم في الصحة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، لأن طبعا حضرتك عارفة أن بعض القطاع الخاص دلوقتي تم تمليكه لجهات غير مصرية، هيبقى الوقت في قطاع خاص وقطاع حكومي يتم التحكم به من خارج مصر ومن شركات ومستثمرين ليسوا مصريين. أعرف بأنه حضرتك دكتور ونقابي في نقابة الأطباء، ولكن أريد أن أسأل، هل من طريقة معينة قانونيا ودستوريا أن لا ينفذ هذا القانون؟ سندرس كل الطرق المتاحة قانونا ودستوريا مع طبعا أنا مش راجل قانوني عشان أقول لحضرتك، لكن لازم يكون في لقاء مع قانونيين ومع أطباء مهتمين علشان نوصل إزاي نوصل صوتنا وإزاي نقول اعتراضاتنا وإزاي نقول إن ده
بندور على صالح الصحة المصرية وعلى صالح الأطباء المصريين. طبعا نحن فقط نريد أن نذكر أيضا دكتور إبراهيم بأن هناك من يوافق ويرى بأن هذا القانون مثمرا وفعالا، يعني تختلف وتتباين ربما المواقف تبعا لكل طرف وكل من يرى الموضوع من زاويته. شكرا جزيلا من القاهرة كنت معنا الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا أتي وإياكم لختام هذه الساعة الإخبارية، ولكن للمزيد تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. للمزيد من الملفات أيضا مشاهدينا نعود ونلتقيكم على رأس الساعة المقبلة، فتفضلوا بالبقاء معنا بعد دقائق من الآن. إلى اللقاء. نحن في أزمة حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح، حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حال الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. اعرف الأخبار وتابع الحدث. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها
يدفع ثمن كل ذلك. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. مع الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين، إسرائيل تشدد قبضتها على غزة وتقصف نحو 130 هدفاً خلال 24 ساعة. بحضور شعبي ودولي، حشود غفيرة تودع رئيسي ورفاقه وسط أجواء من الغموض والقلق من القادم في إيران. تصاعد القتال بالفاشر والخرطوم، وهيومان رايتس تطالب مجلس الأمن بفرض حظر على السلاح ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. المنفي يبحث مع المبعوثة الأممية بالإنابة العملية السياسية في ليبيا وتفعيل المسار الأمني ومعالجة الاقتصاد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. بحضور عربي ودولي، شيع اليوم إبراهيم رئيسي ومرافقوه السبعة الذين قضوا معه في حادث تحطم مروحية شمال غربي البلاد في جنازة شارك فيها الآلاف. وأقيمت صلاة الجنازة في جامعة طهران، وتقدمها المرشد علي خامنئي. بعد المراسم الرسمية ينقل جثمان الرئيس الإيراني إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، حيث يوارى الثرى مساء غد في مسقط رأسه بمدينة مشهد. يا حسين رحمتي استندار قهرمان انقلابي هدا از جنس سادات بر روی دستان دست من گیر چین دست دفتر سیاسی حماس برای ادای احترام به رئیس جمهور شهید. قائد إحدى المروحيتين المرافقتين لمروحية رئيسي وجه نظيره بالتحرك فوق السحاب إثر مشاهدته رقعة سحابية تنتشر كطاولة في السماء. قال: خرجنا من الغيوم، وبعد 30 ثانية استدار قائد المروحية، فسألته عن السبب ليجيبني بأن المروحية الرئاسية
لم تصل. هذا ما رواه غلام حسين إسماعيلي رئيس مكتب الرئيس الإيراني، مبينا أنه عندما علم أن آخر اتصال بمروحية رئيسي كان قبل دقيقة وثلاثين ثانية بدأ البحث. ولكن يتابع إسماعيلي، كانت الرؤية سيئة ولم يكن من الممكن العودة تحت السحاب، واضطرت مروحيتنا أن تهبط بعد دقائق قليلة في منجم سونغون للنحاس. اتصلنا مرارا بجميع ركاب مروحية الرئيس دون جواب. وحد السيد الهاشم مثل المرشد في محافظة أذربيجان الشرقية أجاب وقال إنه يتألم ولا يعرف ماذا جرى، وراح يصف الغابة حيث سقطت المروحية. وعندما سألته عن الآخرين قال إنه لا يرى أحدا منهم. إسماعيل يقول إنه تحدث مع السيد الهاشم 3 إلى 4 مرات وكان يجيبه، لكنه لم يعد يرد عليه لاحقا على الاتصالات بعيد 3 ساعات تقريبا. علمنا بمكان سقوط المروحية، يتابع إسماعيل، وتبين لنا أن الرئيس ورفاقه قتلوا على الفور، أما الهاشم فقد لقي حتفه بعد ساعات قليلة. ويوضح رئيس مكتب رئيسي أن لا أحد من السكان المحليين أو قوات الشرطة سمع صوت انفجار أو رأى دخانا أو رأى حريقا. ويكشف إسماعيل في إفادته أن الأحوال الجوية كانت مناسبة بعد ساعة تقريبا من هبوط مروحيته في منجم النحاس، لكن سحبا تشكلت وبدأ المطر والضباب عندما ذهبوا إلى موقع الحادث بحثا عن رئيسي، فكان أن استغرق وصول فريق الإنقاذ إلى المنطقة استغرق وقتا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نكرر تعازينا لسماحة القائد وللشعب الإيراني الشقيق وللإخوة الكرام في الرئاسة وفي الحكومة وفي البرلمان وفي كل قوى هذه الجمهورية الإسلامية التي نعتز بها. یک گروه کم منفعت قلیله غلبت فعت کثرت بإذن الله. شما یه فئه قلیله هستید توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو و انگلیس و بعضی های دیگه. پس اون وعده دیگر هم که مهم اسرائیل او هم قابل تحقق، تشکیل فلسطین من البحر الى النهر، ان شاء الله اون روز رو هم خواهید دید. من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، أهلا بك. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور حسين روي وران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، أهلا ومرحبا بكم. أبدأ مع السيد جرار. بداية، هل الآن من المهم الحديث عن السيناريو الذي توفي على إثره الرئيس رئيسي ومن كان معه، أم أن هناك نقاط أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار أو التدقيق والتقصي حولها؟ أخت روشا، شكرا للدعوة الكريمة في معية الأخ الكريم من طهران. نكرر التعازي بطبيعة الحال، ولكن أبدأ من هذه الفكرة أن حتى التعزية التي قام بها واشنطن عند سماع النبأ تعرضت لمساءلة قاسية. تعرض وزير الخارجية أنتوني بلينكن لمساءلة وتقريع من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب ماكول، وهذا الأمر اعتبر أنه سابقة بالرغم من دفاع السيد بلينكن بأنه لا، كانت كثير من الإشارات تصدر في هذا السياق من الإدارات الأمريكية المتعاقبة عندما يكون الأمر متعلق بحادث أو بالبعد الإنساني، ولكن كان الرد بأنك تتحدث عن رئيس وصف بأنه هو جزار طهران القضائي، مسؤول عن إعدامات جماعية، مسؤول عن قمع التظاهرات النسائية، إضافة إلى سجل إيران. وهنا تأخذنا إلى الفكرة الأولى بالأهمية دائما، وهي أنه بعد
أن تغيب القيادات لأي سبب كان، سواء في نظرية مؤامرة، غير مؤامرة، تصفية، اغتيال من الداخل، من الخارج، كارثة جوية، معجزة، ما حدثت، بصرف النظر عن ذلك، ما تحقق هو غياب قادة سياسيين وعسكريين كبار في إيران لم يسبق له مثيل منذ الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات. فالسؤال الكبير، هل هذه فرصة لتغيير في السياسة الخارجية الإيرانية؟ هذا ما تعكف عليه واشنطن الآن والعديد من العواصم بما في ذلك الإقليمية لمحاولة قراءة ما الذي يفكر فيه خامنئي. الآن التعبير الصوتي الذي عرضتموه في البداية، وهذا يعني كان يعكس نوع من بالفعل حسن الإعداد للمشهد، أرى نبيه بري ينحني بكامله أمام الأضرحة، أرى وأسمع هنية يعبر ويصفه بالقائد، يعني بمعنى التأكيد على أن حماس تعتبر إيران هي القائد. فعندما يقول خامنئي من النهل، هل هذه التصريحات فاجأتك سيد بشار؟ هل هي جديدة؟ ليست جديدة، لم تفاجئني، أحسنت بالمداخلة سيدتي، فاجأتني ربما تقسيمات الوجه. يعني في حالة العزاء نفترض الوجوه حزينة منكسرة، وجدت استبشارا باللقاء وفرحة لقاء بين هنية وخامنئي. وعندما يقول خامنئي، وهذا معلوم، الإعلام الإيراني مدروس هذا الأمر، عندما يتحدث بالفارسية وبالعربية ويقول عن فئة كثيرة وقليلة ويقتبس من القرآن الكريم ويختمها في من النهر إلى البحر، فهذا التوقيت في الوقت الذي أوروبا الآن، وقد تابعتك في الساعة الأولى، الكل مستبشر خيرا كيف أوروبا بدأت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فأي رسالة؟ دعنا نسأل الدكتور حسين ربما يساعدنا في هذه القراءة. فعليا بما يخص السياسة الخارجية الإيرانية اليوم، هل هناك وفقا للقراءات للمتابعات أي نية للتغيير، كما يرى البعض أنه ما حدث قد يكون بداية لتغيير ما؟ هل هذا وارد؟ هل هذا ما تعكف السلطات الإيرانية وأصحاب القرار الإيراني على الذهاب إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك للضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن السؤال أنه هل هناك تغيير في السياسة الإيرانية هو قد لا يكون في محله. هناك ثورة في إيران، ومنذ انتصار الثورة أمريكا تعادي إيران. متى يمكن أن تنتهي هذا، ينتهي هذا السلوك العدائي والاستعدائي من قبل أمريكا تجاه إيران؟ يعني إيران وقعت الاتفاق النووي، ترامب حتى من دون سبب قام بإلغاء الاتفاق. يعني هذا السلوك المتهور والعدوان، هذا ما لا تقوله الولايات المتحدة دكتور حسين، أنت تقول بدون سبب، الولايات المتحدة لا تقول ذلك. يعني أنت تتحدث عن طبيعة العلاقة ما بين الولايات المتحدة وطهران وإيران، هناك العديد من الملفات خلافية، يعني ربما لا نستطيع أن نفندها واحدة واحدة، ولكن دعنا نتحدث فقط عن النووي وعن موضوع الأذرع الإيرانية في المنطقة. هل بدر من طهران في الفترات السابقة وعلى سواء في عهد ترامب أو غيره وبايدن أي جهود لتجاوز هذه العقبات، لحل حالة هذه المواضيع؟ دعنا نتحدث، إذا لا نريد أن نتحدث عن النووي، موضوع الأذرع الإيرانية في المنطقة، هل كان هناك أي جهود لحل هذا الموضوع؟ يعني حسب التسريبات الحوار الذي جرى في عمان هو كان يشمل ملفين، ملف إقليمي والملف النووي، ولكن الموضوع لم يتجاوز المصارحة بين الطرفين. يعني أنا في تصوري، يعني أنا عندما قلت إنه ترامب ألغى الاتفاق من دون سبب، هو وعد وعدا انتخابيا ونفذه فيما بعد. طرح الحجج لتبرير ما قام به هو غير مبرر، حتى أوروبا اعترضت عليه، كل الدول اعترضت عليه على هذا السلوك. ما أريد أن أقول، هل هناك إمكانية تفاهم بين إيران وأمريكا؟ في تصوري نعم،
ولكن هذا لا يعني أن إيران يجب أن تتنازل، لأن هذا الموضوع من طرف واحد لن يتحقق. الموضوع هو بحاجة إلى تفاوض صحيح، ولكن أمريكا أخطأت كثيرا بحق إيران. يعني حتى موضوع احتلال السفارة الأمريكية الذي هو يعتبر خارج إطار القانون، هو يأتي على خلفية أن هذه السفارة نفسها قامت في عام 1953 بانقلاب عسكري على مصدق وأسقطت نظاما، وهي أرادت أن تكرر هذه الفعلة، وهذا ما دفع الطلاب لاحتلال السفارة. ما أريد أن أقول هناك مبررات، هناك جذور، هناك تاريخ من العداء بين الطرفين. إنهاء هذه الحالة قد تكون في البداية بمصارحة، ولكن في النهاية يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة وليس من طرف واحد. سيد بشار، هل من الممكن في ظل الظروف بشكل عام، ليس فقط هذا الحادث في إيران وحادثة الوفاة للرئيس ولوزير الخارجية، في ظل ما يحدث سواء في غزة، في الجنوب اللبناني، في البحر الأحمر، وهذا يعني الجميع ربما، ويتضرر ويتأثر إذا لم يكن ضرر حقيقيا يتأثر من جرائه الجميع، هل من الممكن أن يكون هناك نوع من التنازل، صياغات جديدة، سياقات مختلفة عن سابقاتها ما بين الولايات المتحدة وطهران قد تبدأ مع هذا الحدث الذي حل في البلاد؟ يعني إيران حدث عنها الأخ الزميل من طهران معلومة لدى الطرفين وكل الناراتيف له السلبيات، والأهم من الولايات المتحدة الأمريكية مع الاحترام طبعا أتحدث من واشنطن، هو الجوار الإقليمي. الجوار الإقليمي هو أول مؤشر تعبر فيه إيران إن كانت جادة بفتح صفحة جديدة والانتهاء من مرحلة تصدير الثورة وقضية الأجنحة العسكرية والأذرع التي تسببت بعدم استقرار. هذه مسألة لا يمكن أن تستمر المكابرة الإيرانية بأن هذا الأمر فقط عنوانه القدس وعنوانه معركة التحرير. هذا الأمر على الأقل في الفترة الأخيرة اهتزت هذه القناعة. الآن أعود مرة أخرى للفراغ، هناك قيادات أمنية عسكرية استخبارية داخل إيران وعلى أراضي سوريا ولبنان والعراق تعرضت بشكل مباشر للتصفية بضربات عسكرية أحيانا إسرائيلية سرية أحيانا معلن عنها بالتلميح أحيانا أمريكية، ولكن في الخلاصة أمام خامنئي الآن، أمام مجلس تشخيص مصلحة النظام، هذه الفترة اللي هي أقل من 50 يوما للاختيار من سيختارون، وسيفهم الجميع إذا كانت إيران تريد فتح صفحة جديدة، تريد الانسحاب والانكفاء إلى الداخل أم التصعيد. أنا من المعتقدين كمتفائل بأن الفرصة متاحة. يعلم كل من هو مختص في الشأن الإيراني والأمريكي أن عودة ترامب شبه مؤكدة، فهناك فسحة أقل من 6 أشهر، ليست 50 يوما، أقل من 6 أشهر لإحداث اختراقة بالتفاوض. عمان قادر على لعب هذا الدور. الصين التي رأت اتفاق التطبيع السعودي الإيراني أيضا قادرة، وإدارة بايدن معنية جدا. يعني بريد ماكيرك كان من أكثر المدافعين على أن هناك فرصة لتحقيق اختراق يهاجم داخليا من الكونغرس، وأحيانا حتى من قبل القريبين من حزب الديمقراطي من أصدقاء إسرائيل السقوريون، ولكن يريدون أن يعطوا فرصة. أين هو المحك؟ المحك ماذا سيجري بالنسبة لليوم التالي؟ هذا هو المعيار الذي سيقاس عليه كل شيء. نعم دكتور حسين، هل من ملامح أو ما يشي بأنه شكل الرئيس ووزير الخارجية سيكون بهذه الحلر بهذه الألوان، أم أن الموضوع فعلا ما زال غامضا أو غير معلن على الأقل؟ يعني في أي جانب عفوا؟ كرئيس هل سيكون إصلاحيا مثلا؟ هل سيكون متشددا؟ شكل ولون السلطة الجديدة، الرئاسة والسياسة الخارجية، وزير الخارجية. يعني أولا الانتخابات التي جرت قبل 3 سنوات
وانتخب السيد رئيسي فيها كان فيها إصلاحيون مثل الدكتور همتي، مثل المهندس مهر علي زادة، وهذه الوجوه الإصلاحية كانت مشاركة وبقوة في الانتخابات، إلى جانب كان هناك ثلاثة أيضا من المحافظين ومنهم السيد رئيسي وقاليباف. والسيد قاليباف تنازل في النهاية لصالح السيد رئيسي حتى لا تتشتت أصوات المحافظين. الآن أتصور أن المشهد سيتكرر في الانتخابات الرئاسية. التيار الإصلاحي يحرص على الحضور وبقوة، بعكس الانتخابات البرلمانية التي لا يصر بهذه الشدة على المشاركة فيها. من هنا أتصور أن وجوه إصلاحية ستشارك، ولكن الآن حظوظ المحافظين أكبر من الإصلاحيين لأسباب عديدة، منها يعني فترة السيد روحاني التي اتسمت بالتضخم واتسمت بالركود الاقتصادي والبطالة إلى آخره. من هنا المشاركة ستكون للجميع، ولكن حظوظ المحافظين وبالتحديد السيد قاليباف هي أكبر من كل المنافسين الآخرين في تصوري. وبالتالي يعني سنشهد تغييرا، أم هذه المعطيات التي ذكرتها تضعنا في نفس الدائرة التي كنا فيها في السابق؟ يعني التغيير، شوفي التغيير لا يمكن أن يأتي، أنا قلت من طرف واحد. يعني أمريكا الآن الضيف الكريم من أمريكا يقول أن إيران يجب أن تغير سلوكها في دعم محور المقاومة في المنطقة. أمريكا الآن لا تدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، هي مشاركة، هناك 2000 عنصر عسكري أمريكي مشارك في هذا الإطار، السلاح الأمريكي ينقل يوميا. أمام هذا التدخل الغربي في إبادة الشعب الفلسطيني، هل يمكن لإيران أن توقف دعم المقاومة؟ أنا لا أتصور. ولكن على أرض الواقع، إذا أردنا أن نتحدث بمنطق بواقعية، دكتور حسين اسمح لي، ما الذي قدمته إيران لغزة اليوم؟ ما المساهمة التي ساهمت فيها إيران لحماس ولغزة بما يحدث، وساعدتها في ربما تقليل عدد الوفيات على الأقل؟ لا، يعني أولا إيران هل هي الآن في داخل الميدان في غزة؟ هي ليست كذلك، ولكن إيران داعم أساسي للمقاومة، وليست إيران هي التي تدعي ذلك. موضوع دعم إيران للفصائل ولهذه الأذرع هو ليس يعني حديثا، ولا يقتصر فقط على هذه الفترة، هو لمدة طويلة، وهناك العديد من الملفات ربما تحتاج المزيد من الوقت لنتحدث عنها في أوقات قادمة ربما. شكرا جزيلا من طهران كنت معنا، الدكتور حسين روي وران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، شكرا لك. والشكر أيضا لضيفنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، شكرا. أظهر فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، والذي يعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قدمه له كهدية وفق مصادر إيرانية. هذه الحادثة تسلط الضوء على الأهمية المستمرة للخواتم كوسيلة للتعرف على القادة في الأوقات الحرجة، خاصة في دولة حكمها له نزعة دينية مثل إيران. في سلسلة أفلام سيد الخواتم التي تدور أحداثها في عالم خيالي، يجري البحث عن خاتم سيد الظلام بغية تدميره، لكن في إيران ووسط الفوضى والدمار عقب تحطم طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، كان العثور على خاتمه الوسيلة الرئيسية للتعرف على هويته. مشاهد لخاتم رئيسي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث المميت. قيل إن علي خامنئي المرشد الإيراني الأعلى أهداه إياه بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية عام 2021،
صورة الخاتم أعادت للأذهان خاتم قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الذي كان يرتديه عندما قتل في غارة جوية في العراق. الفيروز يعزز البصر ويهدئ الأعصاب ويبعد العين الشريرة، وكل هذه المعتقدات مثبتة. عادة ما يصرف الفيروز الأزرق القوى السلبية، ولهذا السبب يستخدمون عادة الأحجار الكريمة الفيروزية. بين مصرع رئيسي واغتيال سليماني، ما سر الخاتم الذي أكد مقتل المسؤولين الإيرانيين؟ خواتم مصنوعة من العقيق اليمني أو الفيروز، تحمل أهمية كبيرة في إيران، خاصة بين القادة الدينيين والسياسيين. لها دلالات دينية وروحية وترمز إلى مكانة الشخص، وتظهر جلية في خطابات القيادات الإيرانية، حتى تصبح جزءا من الهوية الشخصية للقائد أمام العامة. أدرج الاتحاد الأوروبي 10 شخصيات وكيانات جديدة على قائمة عقوباته بحق إيران. ووفقا لما أفادت به مصادر وكالة رويترز، فإن العقوبات الجديدة استهدفت كيانات مرتبطة بالوجود العسكري الإيراني في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، فضلا عن عدد من منسقي الدعم الإيراني المقدم للجيش الروسي في أوكرانيا. النشرة مستمرة وفيها أيضا: منظمة بحرية أوروبية تقلل من قدرات الحوثي وتدعو شركات الشحن لعدم الالتفات لتهديداتها في البحر المتوسط. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. في مقابلة خاصة مع الحدث، أكد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط دانيال شابيرو دعم واشنطن لدول الخليج لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى تحديات غير مسبوقة تتسبب بها ميليشيات الحوثي. الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون الخليجي لديهما عقود من التعاون في المجال الأمني النرمي لمواجهة التحديات المشتركة وجعل المنطقة أكثر ازدهارا وأمنا بالنسبة للجميع. تعاملنا اليوم مع مسألة: أولا، نظام دفاع ضد الصواريخ نرمي لتبادل المعلومات وتمكين للأطراف بربط أنظمتها لتحقيق المزيد من الأمن ومواجهة تحديات من إيران والجماعات المدعومة من إيران.
كذلك أعرب نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط في حديث أيضا للحدث عن التزام بلاده بضمان حرية الملاحة الدولية، واصفا هجمات الحوثيين بالمشكلة الدولية، إذ تعمل الولايات المتحدة على تجفيف منابع تمويل الحوثيين على حد قوله. الولايات المتحدة عبرت عن التزامها لضمان حرية الملاحة الدولية، أمر لا يقتصر على الجبهة العسكرية. نحن نفرض عقوبات على الحوثيين وداعميهم أيضا من خلال إدراجهم على القوائم الإرهاب، وكذلك العمل على تجفيف منابع تمويل للحوثيين حتى لا يشتروا هذه الأسلحة. أفادت وسائل أعلام حوثية بأن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف مواقع الميليشيات في مطار الحديدة الدولي غربي اليمن، وبحسب الإعلام الحوثي فإن مجموع الغارات الغربية في المطار بلغت 6 غارات دون أن تعطي أي تفاصيل عن الخسائر المادية والبشرية. في 3 مايو الجاري هدد زعيم ميليشيا الحوثي بتوسيع عمليات استهداف السفن لتصل البحر المتوسط ضمن ما أسماها بالمرحلة 4 من التصعيد، لكنه لم يفعل رغم مرور أكثر من 20 يوما. شركة ميرسك للنقل البحري وهي الأكثر تضررا بعمليات القرصنة الحوثية يبدو أنها أخذت تهديدات زعيم التمرد الحوثي على محمل الجد، وعممت على عملائها بأن منطقة الخطر في البحر الأحمر توسعت لتصل مناطق أبعد. هذا الأمر فنده تقرير حديث أصدرته شركة استخبارات المخاطر ريسك انتليجنس، الذي قال إن تهديدات الحوثي باستهداف البحر المتوسط مجرد ضجيج ودعاية لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. الشركة الأوروبية كذبت صدق مزاعم الحوثي بقولها إن مهاجمة الأهداف المتحركة على بعد هذه المسافة سيكون أمرا معقدا للغاية، لسيما وأن طريقها من مناطق الحوثي في اليمن إلى البحر المتوسط مدجج بأنظمة الدفاع الجوي القادرة على ردع المسيرات والصواريخ الحوثية. الاستهداف الدقيق للسفن المتحركة في البحر المتوسط أيضا يتطلب بالطبع الكثير من المعدات للتنسيق عن طريق الأصول البحرية داخل مسرح العمليات، وهذا الأمر غير محقق للحوثي الذي نجح في بعضه قبالة سواحل اليمن بحسب التقرير الأوروبي. ويعود الفضل لنجاح بعض الاستهدافات الحوثية للسفن وفق التقرير لسفن التجسس الإيرانية المنتشرة في المنطقة، لكن أداء هذا الدور في البحر المتوسط الذي تغيب فيه سيكون أكثر صعوبة. تقرير الاستخبارات الأوروبي أعطى الأولوية لشن هجمات البحر المتوسط لحزب الله، لكنه لم يفعل، والسبب أن هذه الهجمات لن تكون مقبولة من الناحية الجيوسياسية بالنسبة لإيران، كما أن تصعيدا كبيرا كهذا في البحر المتوسط قد يكون له عواقب غير مقصودة على شبكة إيران من الجماعات الوكيلة وكذلك على إيران نفسها. من القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور عبد الملك. من وجهة نظرك فعليا، هل ستبقى كما قال هذا التقرير جعجعة بلا طحين تهديدات الحوثي بأن تطال ضربات البحر المتوسط، أم أن لديه ربما من الأسلحة أو ترسانات لم يتم الإعلان عنها حتى الآن؟ هل هذا ممكن؟ يبدو أن شركة ريسك انتليجنس بنت فرضيتها على معلومات ما نشر وما هو موجود.
باعتبار الطبيعة الجغرافية للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وأهم نقطة في ذلك هي وجود مناطق فيها كثير من الدفاع الجوي الكفيلة بإسقاط الطائرة المسيرة. من ناحية المدى الوصول للطائرة المسيرة والصواريخ التي تملكها ميليشيا الحوثي هي متاحة أن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط، ولكن ريسك انتليجنس بنت فرضيتها على وجود دفاعات جوية قادرة على إسقاط هذه الأسلحة. لكن أنا أعتقد أنه هنالك نوع من المصداقية في هذه الفرضية، إلا أنه هنالك معطيات أخرى. أنه عبد الملك الحوثي لا يتحدث عن نفسه، هو يتحدث بما يريد الحرس الثوري الإيراني، والحرس الثوري الإيراني لديه باسيج بحري شارك بفعالية جدا في عمليات البحر الأحمر وخليج عدن، وأيضا هنالك تصريحات لمسؤولين إيرانيين عن ذلك البسيج، حتى الوصول إلى ماليزيا إلى تنزانيا، يعني يستطيع الوصول حتى تنزانيا ما بالك بالبحر الأبيض المتوسط. النقطة الفاصلة في مسألة جدية التهديد على البحر الأبيض المتوسط، ما إذا صدقت إيران وصدقت ميليشيا الحوثي في امتلاك الصواريخ الفرط صوتية، فعندئذ يصبح التهديد وشيكا، ويصبح التهديد قابلا للتنفيذ، والوصول المدى إلى لتهديد الملاحة في البحر الأبيض المتوسط ستصبح متاحة إذا صدقت ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران، خصوصا أنها كانت قد أعلنت سلفا عن امتلاكها صواريخ فرط صوتية، وبالتالي المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي مطالب للتعامل بجدية مع هذه التهديدات واتخاذها على محمل الجد. أما مجرد دفن الرأس في الرمل كما تفعل النعامة لا يحل المشاكل. يعني نعم قد يكون هنالك ضجيجا أكبر من اللازم في هذه، قد يكون هنالك نوع من البروباغندا الإعلامية لإعطاء الصورة من القوة الوهمية، وهذه تحصل، لكن عندما يتعلق الأمر بالإرهاب تطمير الناس أمر ليس طبيعي وأمر غير مطلوب، وإنما يجب على العالم أن يتعامل أن هنالك تهديد إرهابي صريح معلن لابد مع التعاطي مع كافة الاحتمالات. نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط تحدث بأنه سيكون هناك دعم من واشنطن لدول الخليج لتعزيز دفاعاتها وفقا له في مواجهة الإرهاب، وخاصة بالذكر ميليشيات الحوثي. هل فعليا هناك رؤية جديدة أو معدلة ربما للتعامل مع هذا التهديد من الولايات المتحدة في ظل استمرار التصعيد الحوثي وعدم التمكن حتى الآن من كل الجهود، على الرغم من جهود الولايات المتحدة وبريطانيا ومساعيهما ربما للقضاء أو التخفيف كما ذكروا أو التقليل من هذه الانتهاكات؟ هل من الممكن أن تكون هذه المعطيات سبباً للتغيير في التعاطي مع هذا الملف من قبل الولايات المتحدة؟ كي نقرأ هذه الجزئية لابد أن نعرف ونؤكد أن المملكة العربية السعودية مركز ثقل مهم جداً في المنطقة، كانت سابقاً تصنف كدولة فوق إقليمية، الآن لاعب دولي. المملكة العربية السعودية أثبتت الأحداث في السنوات القليلة الماضية أنها لاعب دولي ولديها كثير من أدوات النفوذ والقدرة على تحقيق أجندتها الواضحة. سمو الأمير محمد بن سلمان لديه أجندة واضحة، وهي شرق أوسط جديد ينعم بالتنمية وتقليل منسوب التوتر في المنطقة. هذا الهدف أعتقد أنه أمريكا الآن بحاجة لإعادة صياغة التحالفات. الفشل الكبير الذي حصل لحارس الازدهار، خصوصا أنه المملكة لديها تحفظات كبيرة على ما حصل في البحر الأحمر والطريقة التي أدير بها الملف، أصبحت أمريكا اليوم بحاجة لصياغة اتفاقية تعاون أمني ودفاعي مع المملكة العربية السعودية، وأعتقد أنها سترى النور خلال الفترة القادمة. نعم. بصيغة تعاون دفاعي واتفاق دفاعي أعتقد أنها سترى النور، سمعناها من مسؤولين أمريكيين. ولكن تذكروا في هذه القناة أني كنت قد تحدثت بهذا الصدد قبل فترة طويلة أنه الأحداث كلها تصب أنه لابد من إعادة صياغة المفردات في المنطقة. الإرهاب لابد أن يحارب، مسألة دعم المشروع التنمية هو في صالح الجميع، المعطيات والإخفاقات كلها تصب في ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجية الأمريكية والبريطانية في المنطقة للتعاطي، إعادة صياغة التحالفات. وأعتقد أنه التحالفات المرضية لدول المنطقة خصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، الدول الأكثر فاعلية في هذه الملفات، أعتقد لن يرضيها إلا وجود اتفاقية دفاع مشترك
تحرك الجيش الأمريكي لأقف معك لابد أن تكون معي، غير ذلك المملكة هي أقوى من أن ترضى باتفاقية نص النص يعني في منتصف الخط. وبالتالي التلميحات التي حصلت من نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي هي أعتقد هي تصب في هذا الاتجاه. وقبلها كنتم قد نشرتم لقاء مع السيناتور الأمريكي لينسي جرام والذي أكد ذات المعطيات. وبالتالي أعتقد أنه الأيام القادمة تذهب في الاتجاهات التي تخدم المنطقة مهما كانت الأنواع والعواصف ومهما كان، إلا أنه حبل صناع الفوضى قصير. صاحب النفس الطويل هو صاحب المشروع. المملكة العربية السعودية لديها مشروع طموح ليس للمملكة فقط بل للمنطقة كلها، ازدهار، تنمية، اقتصاد، وهذه أمور لا يمكن حتى من يخالفك لا يستطيع أن يرفضها. هو يتخذ البوابات الخلفية، يتخذ الخطوط المعوجة من أجل الوصول إلى أهدافه، لكن عندما تكون صاحب هدف نبيل وسامي ولديك من الإمكانيات ليس فقط الرؤية ولديك من الإمكانيات الاقتصادية السياسية والعسكرية والتحالفات الدولية تستطيع إلى أن تصل إلى هدفك، وأعتقد أن المنطقة إلى خير. إذن وفقا لقراءتك دكتور عبد الملك نحن أمام ربما مرحلة قادمة تشهد تغييرا من الجانب الأمريكي فيما يتعلق في التعامل ربما والتصدي لميليشيات الحوثي. شكرا جزيلا لك من القاهرة، كنت معنا المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي، شكرا. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع فيديو وثق عملا بطوليا قام به مجموعة شباب غامروا بحياتهم من أجل إنقاذ طفلين من لهيب حريق نشب في منزل عائلتهما بمدينة تمارا الواقعة جنوب العاصمة الرباط. التقت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في اجتماعين منفصلين. وأكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ستيفاني خوري دعم ومساندة المجلس الرئاسي الليبي ودعم إجراء الانتخابات للبلديات وصولا للانتخابات التشريعية والرئاسية. كلام خوري جاء خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مستهل مباشرة مهامها لبحث سبل إحراز تقدم في استكمال تنفيذ المرحلة التمهيدية للانتخابات. وتطرق اللقاء للجهود الدولية والإقليمية في الدفع قدما بالعملية السياسية ومعالجة المسار الاقتصادي، كما تم الاتفاق على أهمية إعادة تفعيل المسار الأمني عبر إطار لجنة 5+5 والمضي قدما في المسار الحقوقي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين بموجب البروتوكول الموقع. من بنغازي ينضم إلينا المحلل السياسي أحمد المهدوي، أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. هذه اللقاءات ربما والمبعوثة الأممية الجديدة السيدة خوري، هل الموضوع يتعلق باسم وشخص هذا المبعوث الأممي أم أن الموضوع يتعلق بمتغيرات يجب أن تحدث في ليبيا؟ هل المناخ ملائم للحديث عن تغير أم أن الوضع هو كسابقته في ظروف مشابهة تماما فقط تغير الاسم؟ تحياتي لك سيدتي وتحياتي لمشاهدي قناة الحدث. أعتقد بأن السيدة ستيفاني خوري ليس لديها
ما تقدمه، يعني ليس لديها شيء جديد تقدمه على خلاف ما قام به المبعوثين السابقين، لأن السيد عبد الله بتيلي من يحاول أن يقول أن السيد عبد الله بتيلي فشل في أداء مهامه فهو مخطئ. السيد عبد الله بتيلي نجح في أداء مهمته الأساسية التي كلف بها لإدارة البعثة، وهي أن يجعل الملف الليبي في حالة ركود، وبالفعل نجح السيد عبد الله بتيلي في هذه المهمة. السيد ستيفاني حسب ما سمعنا من أوساط داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن السيدة ستيفاني خوري ليس لديها استراتيجية واضحة اتجاه الملف الليبي، هي ستعمل على ما توقف عنده السيد عبد الله بتيلي، تحاول أن تعمل على الطاولة الخماسية، وهذا يعني موجود وواضح جدا في إصرار الخارجية الأمريكية، ويعني الكلام هذا جاء على لسان ريتشارد نولاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة في ليبيا، ومازال يصر على إعطاء فرصة للأطراف الخمس، وهذا إيحاء بأن السيدة ستيفاني ستعمل في هذا الإطار، رغم أنها في رسالتها التطمينية التي وجهتها بالأمس إلى عموم الشعب الليبي أنها بدأت بالفعل استلام مهامها، وهي سعيدة بأنها تكون على رأس هذه البعثة، وأنها تريد أن تتواصل مع كل الأطراف، تحاول طمأنة الجميع بأن لديها رؤية ولديها استراتيجية مغايرة لاستراتيجية السيد عبد الله بتيلي. هل اطلعتم على بعض ربما النقاط التي تجعل من هذه الاستراتيجية مختلفة؟ لأنه لطالما شهدنا بأن كل المبعوثين الأمميين في هذا الملف قدموا استقالاتهم، وهذا يعني على أرض الواقع نوع من الفشل أو إقرار بالفشل بالعجز عن أداء المهمة. هل لديها وفقا للمعلومات التي لديكم إذا وجدت فعلا جديد، استراتيجية جديدة، طرح جديد مختلف؟ نعم سيدتي، السيدة ستيفاني خوري ستحاول أن تعيد لجنة 75، هي تسعى إلى خلق لجنة حوار جديدة، والمعلومات الغير مؤكدة تقول بأن يعني هذه اللجنة ستجتمع أواخر شهر يونيو أو بداية يوليو كحد أقصى، تحاول أن من خلال هذه اللجنة أو الأطراف التي ستجمعها في منطقة غدامس، يعني رأينا تمهيدا لهذه الزيارة قامت منسقة الشؤون الإنسانية بزيارة إلى منطقة غدامس، هي تحاول أن تساهم في تشكيل حكومة مصغرة موحدة لإجراء الانتخابات، لكن بشكل ظاهري لم تعلن السيدة ستيفاني خوري عن استراتيجيتها بعد، هي تريد أن تعمل وفق ما يعني وفق استراتيجية السيد عبد الله بتيلي، ستعمل مع الأطراف السياسية الخمس، وهي قامت يعني بزيارات للقيادة العامة للجيش ولسيد عبد الحميد الدبيبة والرئاسي، وسنراها تزور رئيس البرلمان وأيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة، محاولة لإعادة إحياء هذه الطاولة من جديد، ولملمت بعض معالجة بعض القصور في طاولة بتيلي السابقة، ولا نستبعد أن تشارك حكومة السيد حماد في هذه الطاولة حتى تكون متكافئة ومتوازية وتحدث نوع من التقدم أو تحرز نوع من المرونة في الانغلاق السابق. لذلك إذا كان سيحدث يعني نوع من التقدم سيد أحمد، وأعذرني على المقاطعة، سيكون التقدم مبني على مواقف تغيرت من قبل الأطراف الليبية، لأنه الجميع قدم رؤى والجميع كان لديه استراتيجية وجداول أعمال واجتماعات، ولكن كان التعطيل يتم من خلال الأطراف الليبية نظرا لتضارب المصالح، لتباين الرؤى. هل اليوم من الممكن أن نتحدث عن تغير ما حدث قد يعطي فعلا أملا وقد نرى نتائج لهذه الجهود التي تبذلها سيدة خوري؟ نعم سيدتي، الذي تغير الآن وهو مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من النفوذ الروسي والصيني في ليبيا وفي أفريقيا عموما، ولاحظنا بأنه تزامنا مع وجود الفيلق الروسي في ليبيا تحاول أمريكا أن تشكل فيلق أوروبي أمريكي بمساعدة بعض المجموعات المسلحة الليبية في غرب ليبيا، هو هنا نقول بأن هذا هو المتغير الرئيسي الذي سيخلق نوع من المرونة ضمن الدول المتداخلة في الملف الليبي حتى يكون هناك انفراج للأزمة، وأن يكون هناك بالفعل حل يضمن عدم تصادم مصالح هذه الدول فيما بينها في ليبيا. الكل يخشى الكل، يعني الولايات المتحدة تخشى روسيا وروسيا تخشى الولايات المتحدة، فأعتقد هذا هو أهم المتغيرات الذي سيحرز تقدم في
الملف الليبي، الكل سيسعى إلى خلق نوع من يعني الاستقرار ولو النسبي حتى يضمن أو يكبح جماح الطرف الآخر. نهيك على أن الآن نحن نتحدث والأسبوع القادم سيكون هناك مؤتمر للهجرة في مدينة بنغازي في ليبيا وهو يهم الأوروبيين. يعني أمور كثيرة تغيرت، يعني زيارة الوفود العسكرية والوفود الرسمية وحضورها للقاء للعرض العسكري. يعني سيد أحمد، من خلال هذه النقاط التي أشرت إليها، هل من الممكن أن نفهم بأنه حتى القرار في الداخل الليبي مرتبط بقرارات دولية كبرى إذا ما قررت الذهاب إلى حل سيصار إليه في الداخل الليبي؟ هل هذا ما قصدته؟ لا سيدتي، هو الحراك الداخلي موجود ولكن ضعيف سيدتي. هو للأسف التعويل أصبح بشكل كبير على دور البعثة أو المجتمع الدولي لحل حالة الأزمة في ليبيا، أو بمعنى آخر خلق فرصة سياسية وأعطائها للليبيين. لكن الآن النخب السياسية تسعى بالفعل بمساعدة وبمساندة الحكومات في ليبيا، سواء كان حكومة الوحدة الوطنية ولا حكومة السيد أسامة حماد، تسعى بالفعل إلى يعني خلق هذه الفرصة السياسية والضغط على حكومة السيد عبد الحميد دبيبة للقبول وتسليم السلطة، لأن الرافض والمعرق الرئيس هو السيد عبد الحميد دبيبة الذي لا يريد أن يسلم السلطة إلا عن طريق سلطة منتخبة أو سلطة جاءت عن طريق انتخاباته، أمر صعب في هذه اللحظة. هنا الآن الضغط الشعبي أو النخبوي يحاول أن يحدث نوع من التوازن بين الأطراف السياسية كلها ويخلق هذه الفرصة ويعطيها للمجتمع الدولي أو بمعنى آخر يفرضها. نعم، كأن الصورة توقفت. شكرا جزيلا بكل الأحوال. من بنغازي كان معنا المحلل السياسي أحمد المهدوي، شكرا جزيلا لك. بحث السفير السعودي في ليبيا أحمد الشهري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بحث علاقات التعاون المشتركة وتعزيز التواصل المباشر بين البلدين. وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن الاجتماع تطرق إلى تطوير شراكات اقتصادية تساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على أن السعودية متمسكة بضرورة التهدئة في غزة وضرورة وجود مسار واضح وموثوق به لإقامة دولة فلسطينية. المملكة العربية السعودية أوضحت تماما أنه حتى مع اكتمال الاتفاقية مع أمريكا يجب أن يكون لديهم شيئان: يجب أن تكون هناك تهدئة في غزة، ويجب أن يكون هناك طريق موثوق به لإقامة دولة فلسطينية. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قرب إبرام اتفاقية مع السعودية في مجالات الأمن والطاقة النووية والتعاون الدفاعي. أولا، هناك بعض التفاهمات والاتفاقيات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن الأمن والطاقة النووية والتعاون الدفاعي، وقد اقتربنا من إبرام هذه الاتفاقيات من حيث المبدأ. بالطبع سوف نحضر إلى الكونغرس عندما تصبح جاهزة للمراجعة، ولكن قد يحدث ذلك قبل أسابيع. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تكثر استطلاعات الرأي، خاصة التي تتابع الشرائح التي سيكون صوتها حاسما هذه الدورة، مثل الناخبين الأمريكيين من أصول إفريقية الذي أظهر آخر استطلاع الرأي ميلهم لاختيار الرئيس جو بايدن على منافسه الجمهوري المرشح المفترض دونالد ترامب. استطلاع جديد للرأي أجراه معهد بيو للأبحاث أن الناخبين من أصول أفريقية الذين سيلعبون دورا رئيسيا في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 هم أكثر ثقة في بايدن من ترامب عندما يتعلق الأمر بامتلاك الصفات اللازمة لولاية أخرى. ولكن
وعلى الرغم من دعم الناخبين من أصول أفريقية بأغلبية ساحقة الرئيس الحالي، أي حوالي 77% من الأصوات المسجلة، إلا أن ميزة بايدن بين هذه المجموعة ليست واسعة كما كانت قبل 4 سنوات، الأمر الذي يعد تحولا كبيرا حتى عن استطلاع قام به مركز بيو للأبحاث نفسه في يناير الماضي، عندما انقسم البالغون من أصول أفريقية بالتساوي في تقييماتهم لأداء بايدن الوظيفي بين 49% غير موافقين مقابل 48% موافقون. الاقتصاد والتضخم يحتلان قائمة الأولويات بالنسبة للناخب الأمريكي، ولكن الأولويات السياسية بالنسبة للأمريكيين من أصول أفريقية تتناول أيضا إلى جانب الاقتصاد نظام التعليم وضمان سلامة الضمان الاجتماعي من الناحية المالية، بالإضافة إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية والتعامل مع الفقراء والحد من الجريمة، وكلها قضايا شددت عليها حملة إعادة انتخاب بايدن. أما فيما يخص رأي الناخبين من أصول أفريقية بالرئيس السابق، فعلى الرغم من وجهات نظرهم الناقدة حوله، فأن 65% من الأمريكيين من أصول أفريقية يعتقدون أن ترامب انتهك القانون في محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020. بهذا أتي وإياكم مشاهدينا لختام هذه الجولة الإخبارية، ولكن للمزيد تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. المزيد من الملفات على رأس الساعة القادمة مع زميلي حسام الجبالي، فتفضلوا في البقاء معنا. إلى اللقاء.